بين سيد الحليب وتقاطع الأردن. مرحبا حبايب، شلونكم؟ فديوم من الايام انا وسهير قررنا نسوي بيتنا ونسوي له ديكور واصباغ، بعدين اجلنا الموضوع، بعدين لا قلنا لازم نسوي. لقينا شركه بلول ايطاليه للاصباغ والديكور، اتفقنا وياهم وكملنا بيتنا حاليا. وحاليا احنا وين؟ اليوم افتتاحيه بلول للاصباغ الايطاليه اللي صاير بالمنصور بين سيد الحليب وتقاطع الاردن. الف مباركه لك. مبروك.